تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بفريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر، والإعداد يوسف سعد، ودائما وأبدا مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. أذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء، أرحب بتواصلكم، أرحب بمشاركاتكم، وأرحب بكل ما يعني تحتاجون تعرفونه عن الأمور الصحية على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ومثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء، أول فقرة من فقرات برنامجنا فقرة السوشيال ميديا، وأغلب ما يدور فيها مع أختنا العزيزة الأستاذة أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. يا مرحبا وسهلا، وصباح النور والسرور. الصوت متغير شوية بس ترى مو مريضة. أدريبك، سلامات، ألف سلامة. الله يسلمك، شكلك مواصلة. الله يعطيك الصحة والعافية. ناخذ جولة في الإشارات في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. أمس يعني كان في خبر أن أنتجت هيئة الصحة بدبي أي قناع واقي للوجه لتقنية ثلاثية الأبعاد دعما للكوادر الطبية من عدوى فيروس كورونا، وهذا بالشراكة مع شركة كونتكت العالمية. أيضا هيئة الصحة والشركة قاعدين يدرسون أو يحاولون ينتجون مسحة الأنف المستخدمة في فحص كورونا بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهذا وبعض مستلزمات الوقاية الطبية بالجزء المشترك من الشركتين، من الهيئة والشركة. أيضا يعني من ضمن الأشياء اللي نحن نتكلم عليها إن هي ممارسة النشاط البدني. بعض الأشخاص يعني كانوا متعودين يسيرون الجيم، أو بعض الأشخاص مثلا ما يمارسون الرياضة فلا قبل ولا شيء، فنحن كنا حاطين أقل شيء ممكن المقدار اللي يقدر أو لازم يسويه الشخص من النشاط البدني حسب العمر، من أقل من سنة لين كبار المواطنين، فحاطين كل واحد كم ساعة يحتاج من اللياقة أو الرياضة أو النشاط البدني في اليوم. أيضا ضمن بعض الأشياء التي تم وضعها تحديث التعليمات والتدابير الاحترازية لمنشآت القطاع الطبي الخاص، هذه أيضا موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة بدبي. وايد عندنا رسائل توصلنا من الجمهور بسعادتهم باستخدام خدمة طبيب لكل مواطن، ونحن نقول للجميع اللي ما استخدم الخدمة ومحتاج استشارة طبية يستخدمها، لأن الخدمة سهلة وسريعة وكلها ما يحتاج يسوون أي شيء إلا يزون تطبيق هيئة الصحة، والموعد يدون يأخذونه من التطبيق نفسه. أيضا هيئة الصحة كانت بتعاون مع نادي الوصل، نسوي مثل حملة لتبرع بالدم يوميا من الساعة 7 إلى الساعة 11 ونصف مساء لطيلة شهر رمضان المبارك. هاي أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت في خلال 24 ساعة الماضية. نتمنى من الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية، يعني يقدرون يظهرون لكن يلتزمون بالتدابير الوقائية، الكمامات، القفازات، لأن موضوع الالتزام هو مسؤولية الجميع، واليوم
الجميع مسؤول عن الجميع. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذة أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، أيضا نحن نضم صوتنا مع صوت الأستاذ أسماء الجناحي، وذكركم بالاستفادة من خدمات هيئة الصحة بدبي، الخدمات المتميزة مثل خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا مبادرة دوائي، وأيضا خدمة الواتساب على الأرقام 800-342. أيضا أذكركم مستمعينا الأعزاء بموضوع التبرع بالدم تحت شعار قطرة دم تنقذ حياة إنسان، وأيضا بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 وأخذ الموعد للتبرع بالدم. فقرتنا الثانية مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل بتكون معنا الأستاذة ندى علي، بنتكلم عن الطريقة الصحيحة الصحية والسليمة للإفطار خلال شهر رمضان المبارك، بتكون فقرة التوعية، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء خلكم ويانا إن شاء الله، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم، سهلا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نأخذ فقرتنا الثانية مستمعين الأعزاء، فقرة التوعية، وتحت عنوان الطريقة الصحيحة والطريقة الصحيحة لكسر الصيام خلال شهر رمضان المبارك مع الأستاذة ندى علي. صبحت الله بالخير أستاذة ندى. صبحكم الله بالنور والسرور. طبعا احنا أستاذة ندى عرفنا يعني في من الحلقات اللي تكلمنا فيها أكثر مع زميلاتك في موضوع يعني الطرق الصحية والسليمة للإفطار، طبعا حابين نعرف أكثر اليوم عن ما هي الخطوات أو الطرق الصحيحة والصحية للإفطار الصحي السليم. بالضبط. نعم. هو أول شيء حابين نوضح أن تقسيم وجبات الإفطار تساهم في تجنب الشعور بالسخنة وأثر الهضم، ويهيئ المعدة لاستقبال الطعام بالتدريج. فأول خاصية للإفطار إنه يكون التدريج في استهلاك الطعام. فننصح بأول شيء نبدأ بكثرة الصيام على السنة 3 تمرات زائد كوب من الماء أو اللبن. فبثلاث تمرات أو الكوب هاي راح نعادل مستوى السكر ونزيد ترطيب الجسم بعد فترة صيام طويلة، وأيضا نهيئ المعدة لاستقبال الأكل الصلب. ونفضل أن نأخذ استراحة، ممكن تكون استراحة الصلاة، ثم نبدأ بالوجبة اللي وراها وهي الشوربة. الشوربة يتفضل تكون إما شوربة خضار أو شوربة عدس، أو يجنب الاعتماد على الشوربات الجاهزة لأنها عالية في الأملاح. ثم بعد الشوربة نبدأ بالسلطة زائد قطعة من المقبلات. يفضل المقبلات اللي هي مثلاً السمبوسة تكون مشوية غير مقلية. ونفرض أن ناخذ مسافة أو فترة بين الوجبة والوجبة اللي وراها، وننتقل للطبق الرئيسي. يفضل أن يكون بعد ممكن صلاة التراويح، اللي هو ممكن يكون الطبق الرئيسي لازم يحتوي على 3 عناصر مهمة. العنصر الأول هي النشويات المعقدة أو النشويات بطيئة الامتصاص، مثل الرز الأسمر، البرغل، المعكرونة السمراء، أي شيء يحتوي على نشويات عالية. زائد يحتوي الطبق الرئيسي على اللحوم، لحوم قليلة الدهون مثل الدجاج أو اللحم أو السمك، أو طريقة التحضير يفضل أنها تكون من غير زيوت أو من غير قليل. وأيضا لازم ندخل الخضار عشان نمنع أو نتجنب توصيل الإمساك. في الخضار بكل أنواعها، يكون مطبوخ، يكون بالصالونة، يكون سلطة، يفضل يكون في الطبق الرئيسي. ولتجنب الشعور بالسخنة نتجنب شرب العصائر، نتجنب الأكل العالي بالنشويات لأن كلها هي تساعد على رفع الأنسولين في الدم فجأة بعد فترة صيام طويلة، وهذا هو اللي يسبب السخنة. فكل ما كانت الوجبة عالية بالنشويات أكثر تزيد السخنة. فلما أخذ النصيحة إنه ما ناخذ كميات كبيرة من النشويات. وأيضا نصيحة أخيرة مهمة إنه نستجيب لإشارات الجسم، نتوقف عن الطعام عند الشعور بالشبع. فلان زيت عند الشعور تقريبا 80% من الشبع نحاول ان نتوقف عن الطعام.
نعم، الأستاذة ندى علي أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الرئيسية بتكون عن أهمية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبنتحدث مع الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي عن أهمية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم بالأرقام التواصل معنا على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا أذكركم مستمعينا الأعزاء بالاستفادة من الخدمات المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن ومبادرة دواء، وأيضا خدمة الواتساب على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-342. أيضا نذكركم مستمعين الأعزاء عن موضوع التبرع بالدم تحت شعار قطرة دم تنقذ حياة إنسان، وبإمكانكم أيضا التواصل على الرقم الموحد المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 لأخذ موعد وأيضا للتبرع. مستمعين الأعزاء، معنا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معها اليوم عن أهمية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. دكتورة هند، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أستاذ عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. صباح النور دكتورة. دكتورة، طبعا في الفترة الأخيرة كانت هناك بعض التخفيف عن موضوع قيود الحركة في الدولة، هل يعني تخفيف قيود الحركة في الدولة أننا بإمكاننا العودة إلى الحياة الطبيعية، أو ما هي الإجراءات في الوقت الحالي دكتورة هند؟ طبعا تخفيف قيود الحركة في الدولة هذا لا يعني أن الحياة بترجع طبيعية مثل ما كانت قبل، لأن فيروس كورونا ما زال موجود معنا، وما زال هذا الوباء مستمر، وما زالت الحالات في تزايد في الدولة وفي جميع أنحاء العالم أستاذ عبد الله. نعم. وحتى الآن لم يكتشف أي علاج خاص بهذا الفيروس أو أي تطعيم خاص بهذا الفيروس. فأسباب تخفيف قيود الحركة هي أسباب أخرى بعيدة جدا عن إن إحنا نرجع لحياتنا الطبيعية، وبعيدة جدا عن الناس تفكر إن هذا الوباء انتهى. لا، هذا الوباء لم ينتهي وما زال موجود، وما زلنا مطالبين بعمل جميع إجراءاتنا الاحترازية والوقائية حتى تعلن الدولة إن هذا الوباء انتهى. إحنا ما نقدر نفكر إن ممكن هذا الشيء انتهى إلين ما جميع السلطات تعلن إن هذا الفيروس تم السيطرة عليه والقضاء عليه. نعم طبعا دكتورة، نحن دائما أيضا نذكر مستمعينا الأعزاء بأن يعني رغم أن هناك في تخفيف للقيود قيود الحركة، ولكن مثل ما تفضلتي دكتورة من المهم والضروري جدا لأخذ الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقاية قبل الخروج من البيت. ودائما نذكر مستمعينا الأعزاء بأن يعني خروج من البيت فقط للضرورة، هذا لا يعني أن أنا إذا كان في تخفيف معناته أني أنا أخذ راحتي وأطلع من البيت وأنا ما عندي شغل أو ما عندي حتى ضرورة أني أنا أطلع من البيت. وإذا لزم الأمر، فدكتورة أنت أيضا ذكرتين قبل فترة بأن حتى إذا الشخص يعني احتاج أنه يطلع من البيت لضرورة معينة حسب الاشتراطات، لابد أنه يأخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية. طبعا هناك دكتورة يعني عواقب في بعض الحالات عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لو تحدثينا عن هذا الجانب دكتورة. طبعا هناك عواقب قانونية أقرتها الحكومة، بس احنا بنتكلم عن العواقب اللي ممكن تأثر على الصحة. الشخص إذا ما التزم بهذه الإجراءات الوقائية والاحترازية يمكن لا سمح الله يكون عنده هذا الفيروس ويبحث
وما عنده هاك الأعراض الشديدة اللي تنبه أنه مريض بهذا الفيروس. نعم. ونتيجة لخروجه لجميع الأماكن، اختلاطه بجميع الأفراد بدون ما ياخذ أي إجراء وقائي، يمكن ينقل لهم هذا المرض بسهولة جدا، لأنه مش عارف أنه عنده هذا المرض، فينقل هذا المرض للأهل والأصدقاء، ويمكن هذول الأهل والأصدقاء يمكن يعانون من أمراض مزمنة. ممكن يكون بينهم كبار في السن، يمكن يكون بينهم أشخاص ذوي مناعة منخفضة. ينقل لهم هذا المرض، وطبعا يصابون بهذا المرض ويصابون بمضاعفات هذا المرض، وإذا لا سمح الله ممكن حتى أن تؤدي إلى الوفاة. فالشخص هذا نتيجة لعدم وعيه الكافي، لعدم أخذ الموضوع بجدية، لعدم تحمله لهاي المسؤولية، هو نقل المرض لهذه الفئة من الناس اللي ما لهم ذنب أصلا، ويمكن كانوا هم يتخذون كافة إجراءاتهم الوقائية والاحترازية، ونتيجة لاستهتار هذا الشخص انتقل لهم هذا المرض. فهذا جانب جدا مهم الواحد يغفل عنه، لأن أنت حين حاليا مش فقط مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن جميع أفراد مجتمعك، وإحنا صحيح. كلنا لازم نتكاتف عشان نقدر نسيطر على هذا الفيروس ونقضي عليه. صحيح. أيضا دكتورة، يعني نحن الفترة الأخيرة سمعنا أن هناك كانت بعض الحوادث بخصوص موضوع يعني زيارات الأهل والأقارب سواء للإفطار أو السحور. كيف يعني دكتورة تنصحين أفراد المجتمع ومستمعين الأعزاء في الوقت الحالي بخصوص موضوع يعني الزيارات، زيارات الأقارب سواء للإفطار أو السحور؟ طبعا احنا دائما نقول ان الزيارات هذه فقط سوف تقتصر على افراد ذوي الدرجة الاولى فقط، احنا ما نقول ان كل العائلة كلها تتجمع بعدادها الكبيرة. نعم. الزيارات يجب ان تقتصر على 5 افراد بالكثير المفروض الزيارة تكون، والزيارة لازم تكون خفيفة، ما نطول وايد في الزيارة، وإذا اجتمعنا في مكان في منزل معين لازم إحنا نذكر نفسنا أن إحنا لازم دائما نحافظ على تباعدنا الجسدي فيما بيننا. إحنا لما ندخل هذا البيت لازم نتذكر أن إحنا ما نقدر نسلم بالطريقة العادية اللي كنا نسلم عليها قبل، نذكر نفسنا أن إحنا لازم نسلم عن بعد، نتجنب احتضانهم، نتجنب تقبيلهم، نتجنب الجلوس جنبهم، وخصوصا فئة كبار السن والأطفال. يمكن الواحد يشوفه من الاحترام إنه مثلاً يبوس رأس كبير السن أو يحترمه أو يبوس إيده، لكن في هاي الفترة إحنا نقول الاحترام والحماية لهم إن إحنا نكتفي بالسلام عليهم من بعد. صحيح. إن إحنا نقعد عنهم مسافة كافية. إذا إحنا نحس نفسنا إن أي أعراض حمى، أعراض تنفسية، إحنا نمتنع عن زيارتهم، نمتنع عن الخروج من المنزل إلين ما نتأكد إن إحنا ما فينا شيء. وقت جلوسنا على طاولة الطعام لازم بعد نحافظ على مسافة كافية فيما بيننا، ما نتشارك الأكل من صحن واحد، ما نتشارك الطعام فيما بيننا، أكوابنا تكون خاصة لنا، صحوننا تكون خاصة لنا، نحاول قد ما نقدر ان احنا نبعد شويه تباعد جسدي فيما بيننا، آداب السعال والكحه لازم نلتزم فيها، بعد نحافظ على نظافه ايدينا طوال الوقت استاذ عبد الله، وبعد ما ننسى ان بعد احنا بعد نلبس الكمامات حتى لو احنا موجودين في المنزل اثناء زيارتنا لهالاشخاص، احنا بعد المفروض نلبس هذا الكمام زيادة في اجراءاتنا الاحترازية والوقائية. صحيح. دكتورة ايضا يعني موضوع الالتزام، يعني الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية اصبح يعني اذا صح التعبير هو واجب وطني، يعني الواجب الوطني هذا اليوم على أساس أن نحن يساعدنا على تجاوز هذه المرحلة. شو تنصحين دكتورة في هذا الموضوع، بأن نحن ناخذ الإجراءات هاي الوقائية والاحترازية من جانب واجب وطني، فلا بد أن يكون يعني الكل يلتزم بهاي الإجراءات الاحترازية والوقائية؟
طبعا احنا الحين في فتره جدا مهمه في السيطره على هذا الفيروس، فاحنا لازم نتخذ هذا الشيء لازم يكون من نفسنا، هذا الشيء لازم تكون مبادره من نفسنا. احنا صح نزلنا جميع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، ولكن هذا الشيء ما راح يصير فعال لين ما الفرد نفسه يقتنع باهميه هذا الموضوع، لين ما الفرد يتبنى هذه القضيه وياخذ الموضوع بجديه اكثر من اللي هو ماخذينها الحين، وياخذ على عاتقه مسؤولية حماية مجتمعه. وبالفعل هذه بتصير مسؤولية مجتمعية على جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين أيضا. نعم دكتورة هند، نحن طبعا تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية خارج المنزل، طبعا أكيد هناك إجراءات احترازية ووقائية يجب اتخاذها يعني بين الأسرة داخل البيت خلال هذا الشهر الفضيل، لو تحدثينا دكتورة عن هاي الإجراءات. هذه الإجراءات تكون أن احنا نحافظ على تباعدنا الجسدي، حتى لو كنا احنا مساكنين في منزل واحد، يمكن لا سمح الله واحد منا نتيجة خروجه لعمله، نتيجة خروجه لمكان معين يشتري ضروريات الحياة، يمكن لا سمح الله يكون مصاب بهذا المرض، فإحنا نحاول نحافظ على تباعدنا الجسدي فيما بيننا، نحافظ على أن احنا ما نشارك أدواتنا الشخصية مع أي شخص آخر في المنزل، السلام يكون أيضا عن بعد، نحاول أن قدر الإمكان أن إحنا ما نحتك جسديا بجميع أفراد عائلتنا، آداب السعال، نحافظ على نظافة يدينا، نحافظ على تعقيم وتنظيف المنزل بشكل دوري أيضا، نتبع إجراءات الدخول الآمن للمنزل والخروج الآمن للمنزل. هذه يعني أشياء جدا بسيطة إحنا نقدر نسويها، لكن لها الأثر الكبير على حمايتنا من هذا الفيروس. نعم أيضا دكتورة نذكر مستمعينا الأعزاء في حالة يعني الخروج يعني شراء المستلزمات الغذائية، طبعا أكيد دكتورة هناك بعض الإجراءات يجب العمل بها قبل الخروج من المنزل وبعد يعني الدخول إلى المنزل، فهناك طبعا أكيد بعض الإجراءات اللي نحب نسمعها منك بخصوص موضوع شراء الغذاء وكيف يتم يعني تعقيم الأمور هاي وكيف يتم تخزينها. طبعا احنا ننصح الجميع ان اذا هو كان في امكانيه انهم يطلبون هذا الغذاء عن طريق مواقع الشراء الالكترونيه، فاحنا ننصح انهم يتبعون هذا الشيء تخفيفا في الخروج من المنزل وتعرضهم لخطر الاصابه، لكن اذا هم خرجوا بنفسهم واشتروا اغراضهم اولا، ننصحهم انهم ما يبالغون في شراء هذه الاغراض، يتاكدون انهم هذا الغرض اللي ماخذينه بالفعل هم محتاجينه خلال هذه الفترة، يقللون من ذهابهم للجمعيات لشراء هذه المستلزمات، يحاولون يخلون خروجهم مثلا مرة أسبوعيا، مرة في الأسبوعين، مش يعني مرة في اليوم. طبعا أنت لما تشتري الأغراض لازم لما أنت تدخلهم للبيت في طريقة معينة أنك أنت تدخلهم البيت، أولا هاي الأكياس البلاستيك هذه إحنا دائما نقول أن أنت ما تدخلها معاك المنزل، أغراضك تحطها في كونتينر معين وتدخلها للبيت، وهذه الأكياس تتخلص منها على الفور. كل غرض أنت شارنا لازم تحرص أنك أنت تعقمه بطريقة جيدة ومناسبة، إذا كانت المعلبات أو الأكياس أو غيرها أنت تعقم غرض بمحلول كحولي أو محلول مبيض. بعد إحنا ننصح اللي شاري الخضروات والفواكه بعد أنه يغسلها بالماء جيدا، حتى هو يقدر يستعمل محلول يحتوي على الملح عشان هو بعد زيادة في التعقيم بهذه الخضروات والفواكه. كل غرض أنت تتأكد أنك أنت عقمته، ما نتهاون في هذه النقطة، نعقمها جيدا ومن ثم نحطها في أماكنها اللي إحنا نعرفها في المطبخ والأدراج. بعد ما نخلص من عملية التعقيم نتأكد أن إحنا عقمنا الأسطح اللي حطينا فيها هذه الأغراض، ومن ثم نحرص على التأكد من
غسل يدينا بطريقة جيدة، والثياب اللي احنا فيها رحنا فيها للخارج نتأكد ان احنا حطيناها في كيس الغسيل للغسيل، الحذاء اللي كنا لابسينه بعد نتأكد ان حطيناه على جنب، ونتأكد ان احنا بعد نحرص على تعقيمه ايضا قبل ما احنا ندخله للمنزل. هذه باختصار بعض النصائح اللي الشخص يتبعها لما يروح يشتري اغراضه من الجمعيات. نعم، ايضا دكتوره هناك جانب مهم، يعني اليوم نحن مفروض ان يعني تصبح او يصبح الموضوع هذا نوع من الثقافه، اللي هو التخطيط للخروج من المنزل، وبالاخص ل يعني شراء الاشياء او المستلزمات الغذائيه. نحن اكثر من مره يمكن يعني تكلمنا في هذا الموضوع دكتوره، لو تحبين ايضا ذكرين مستمعينا الاعزاء ان لابد انه يخطط لخروجه من المنزل، لان اليوم يعني الذهاب لاماكن شراء المستلزمات الغذائيه يعني غير عن قبل. قبل الشخص ممكن يعني اذا كان رب الاسره يطلع يشيل معاه مثلا الزوجه، او في بعض الاحيان الخدم او الاطفال، على اساس انه يعني يستغل وقت طويل في الموضوع، وممكن يعني ينتقل من محل الى محل اخر. اما اليوم يمكن الوضع دكتوره يختلف، فهناك بعض الاجراءات يعني اللي مفروض تؤخذ بعين الاعتبار، ويخطط الإنسان قبل لا يطلع من البيت شو الأشياء اللي بيشتريها على أساس أنه يختصر الوقت للذهاب إلى أماكن شراء المستلزمات الغذائية. طبعا أول شيء لازم يعتبرون أن ذهابهم إلى الجمعية ما صار للنزهة أو التنزه أو لقضاء بعض الوقت، لا، الذهاب للجمعية حاليا صاير للضرورات القصوى، معناته شخص واحد فقط من أفراد هذا المنزل يخرج للجمعية ويشتري هذه الأغراض، ويفضل يكون شخص ذو مناعة جيدة، مو كبير في السن، ما عنده أمراض مزمنة، مش من فئة الحوامل، مش من فئة أصحاب المناعة المنخفضة. هذا الشخص لما يروح لهذا الجمعية لازم يتأكد أنه عنده قائمة بالأغراض اللي هو يحتاجها بالفعل. أنت لما تسوي لك قائمة عشان تشتري أغراضك، أنت هني بالضبط تعرف شو تحتاج، وبهذه الطريقة تتجنب أنك أنت تشتري أشياء أنت في غنى عنها، وتتجنب بعد الإسراف في الشراء في بعض الأغراض أنت ما تحتاجها. فالتزامك بهذه القائمة راح يختصر عليك الوقت أولا، لأنك أنت فقط راح تشتري أغراضك، وراح بعد يساهم أنك أنت ما تصرف في شراء أغراضك. أيضا الجمعية شخص واحد فقط يدخلها، نمتنع عن أخذ الأطفال للجمعية، نحافظ على تباعدنا الجسدي أثناء وجودنا في هذه الجمعية. إذا شفنا المكان مزدحم بعد إحنا نحاول أن ما نروح لهذا المكان المزدحم. فترتيبنا ونظامنا وعمل قائمة بشراء حاجياتنا الأساسية أكيد راح يساعدنا في اختصار الوقت وفي التقليل من الإسراف في شراء الحاجيات. نعم، أيضا دكتورة حابين نتكلم معك عن بعض الإجراءات في بعض العوائل، مثلا يقومون بالصلاة يعني الجماعة في المنزل، أكيد يعني هناك في بعض الإجراءات يعني إجراءات السلامة التي يجب أخذها عند الصلاة، لو تكلمينا في هذا الجانب دكتورة هند. طبعا للأسف احنا سمعنا في الإحاطة الإعلامية اللي أعلنتها الحكومة أن في مجموعة من الناس اجتمعوا لأداء صلاة التراويح في منزلهم ونقلت إليهم العدوى. صحيح. فهذا الشيء طبعا المفروض يعني الشخص يكون منتبه وواعي أن سبب إغلاق الحكومة للمساجد هو سبب لحمايتهم ووقايتهم. فما يعني هذا الشيء انك ما يصير انك انت تجمع الناس في المنزل وبهذه الطريقة انت تلغي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء أدائك لهذه الفريضة. في الوقت الحالي هذا الوقت هو شوية، احنا نعرف ان في الشهر الكريم الناس تحب تصلي التراويح او قيام الليل، هذا الشهر روحاني الناس تحب تنسيق صلاتها وعبادتها، فهذا الشهر هو شوية شهر مختلف عن باقي الشهور اللي كنا متعودين عليها في الأعوام السابقة. احنا المفروض خلاص نلتزم بصلاتنا فرادى، ما نجمع الناس وأعداد كبيرة من الناس ونصلي فيهم هذه الفريضة. إذا احنا بنصلي التراويح نصليها فرادة أستاذ عبد الله، نلتزم بإجراءاتنا الوقائية، حتى سجادة الصلاة هذه احنا ما نشاركها مع آخرين،
شيلة الصلاة الحرير اللي يستعملونها هذه تكون خاصة لها فقط، ما تعطيها لشخص آخر. لازم إحنا دائما نذكر نفسنا أن على الرغم من أن الواحد يحب يصلي في جماعة وكذي، بس هذا الشهر هو شوية مختلف عن باقي السنين. الواحد كل اللي بيسويه عشان يحافظ على نفسه أنه ما يصلي في جماعات، وخصوصا ما يستقبل أي شخص من بيت آخر ويصلون جماعة، لأن إحنا ما نعرف صحيح. هل هم عندهم هذه، هل هم مريضين بهذا الفيروس؟ مثل ما قلنا إحنا هذا الفيروس في كثير من الحالات الشخص ما يعرف أنه مصاب بهذا الفيروس، يكون تكون أعراضه غير موجودة أو حتى خفيفة جدا، لدرجة أن الشخص ما يحس على نفسه أنه مريض. أو كثير تسمع الناس يقولون أنا ما فيني شيء، لكن في الواقع أنه يكون حامل لهذا الفيروس وينقله لجميع الموجودين معاه في هذا التجمع. فأكثر شيء إحنا نقول هذا الشهر شوية الواحد يحافظ على صلاته فردي مع نفسه، سجادته الخاصة، شيلة صلاته الخاصة، ما تتشارك فيه مع الآخرين وبس. نعم دكتورة هند، أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا، بأن في كثير فعلا يعني هذا نحن نسمعه بشكل يومي، أن الشخص اللي يتخذ قرار أنه يطلع يعني برا البيت غير الضرورة، أو زيارة الأقارب أو زيارة الأصحاب، لأنه هو يحس أنه ما في شيء، مثل ما تفضلتي دكتورة أني أنا ما في شيء، أنا الحمد لله بخير وبطلع، ولكن احتمال يكون في عنده الفيروس، ولكن بسبب ما الفيروس يعني غير نشط، ولكن هو أيضا يكون ما عنده أعراض. فمن المهم جدا مستمعينا الأعزاء أن يعني الواحد يحاول قدر المستطاع أن يتم في البيت، ونحن دائما نقول أن يعني وجودكم أنتم في البيت مستمعينا الأعزاء يعني هو سبب لنجاح فرق العمل اللي تعمل اللي تشتغل خلال الساعة لسلامتكم ولأيضا صحتكم. دكتورة هند، لو بتعطينا آخر يعني نصيحة عن موضوع الإجراءات الاحترازية من الكورونا فيروس. طبعا دائما نذكر الناس أن إحنا صح الحكومة خففت من قيود الحركة، ولكن هذا لا يعني أن الوضع رجع طبيعي مثل ما كنا ما قبل أزمة الكورونا. صحيح. ما زالت الكورونا موجودة، وما زال علينا إحنا أن نحافظ على نفسنا ونتبع إجراءات الوقائية والاحترازية جميعها. وإحنا الحين صرنا مسؤولين مش فقط عن أنفسنا، ولكن صرنا مسؤولين عن جميع أفراد مجتمعنا وملزمين بالمحافظة على صحتهم وسلامتهم. نعم دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة كل الشكر والتقدير لك على معلوماتك الجيدة، وشكرا لك ولفريق عملك المبدع أيضا اللي يعني تشتغلون في موضوع يعني التوعية لأفراد المجتمع عن موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية عن فيروس كورونا. شكرا جزيلا دكتورة هند. أتسلم أستاذ، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي، إيجاد مجتمع صحي وسعيد. نذكركم مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أشكر فريق عملي اليوم المبدع في التنسيق والمتابعة أستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.